أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قمة القاهرة للسلام تأتي في أوقات صعبة تمتحن إنسانية قادة دول العالم. وخلال افتتاحه قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الرئيس السيسي إلى ترقب شعوب العالم مواقف قادتها في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة. نلتقي اليوم بالقاهرة في أوقات صعبة تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا، تختبر عمق إيماننا بقيمة الإنسان وحقه في الحياة، وتضع المبادئ التي ندعي أننا نعتنقها في موضع التساؤل والفحص. وأقول لكم بصراحة إن شعوب العالم كله وليس فقط شعوب المنطقة تترقب بعيون متسعة مواقفنا في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالاً بالتصعيد العسكري الحالي منذ 7 أكتوبر الجاري في إسرائيل والأرض الفلسطينية.